السلام عليكم يا أحلى متتبعين أينما كنتم، وكذلك أحب أن أرحب بكم جميعا وأقول لكم أهلا بكم في مطبخ وصفاتي. أما الآن أترككم مع المقادير وطريقة التحضير، وأرجو أن تشاهدوا الفيديو إلى الآخر. بسم الله على بركة الله، سنبدأ بتقديم المقادير. سأحتاج إلى 6 بيضات، دائما أقوم بتكسير البيض في الإناء لكي أتفادى القشور، وكذلك سأحتاج إلى قبصة ملح، وأيضا سنحتاج إلى كأسين من السكر ما يعادل 250 غرام. أقوم بدمج العناصر جيدا مع بعضهما البعض حتى تذوب حبيبة السكر، وكذلك سأحتاج إلى كأسين من الزيت ما يعادل 300 ملي. دائما نقوم بدمج العناصر جيدا مع بعضهما البعض حتى يندمجان بشكل جيد. بعد ما قمت بدمج العناصر جيدا مع بعضهما البعض حتى أصبح على هذا الشكل، الآن سأضيف كأس غير ممتلئ من السمسم ما يعادل 100 غرام الذي قمت بتحميصه وطحنه على هذا الشكل، وكذلك سأضيف كأس غير ممتلئ من الفول السوداني الذي قمت بتحميصه أيضا وطحنه على هذا الشكل، وأيضا سنحتاج إلى ملعقة كبيرة من اليانسون. الآن سأقوم بدمج العناصر جيدا مع بعضهما البعض، وكذلك سأحتاج إلى 150 غرام من الفول السوداني حبات الذي قمت بتحميصه وتقشيره أيضا، سأضيفه للخليط، وبعد ذلك سأبدأ بإضافة الدقيق. بالنسبة للدقيق فهو حسب الخليط، نضيف الدقيق شيئا فشيء لكي نتحكم في الكمية. أتمنى أن تعجبكم هذه الوصفة وتقومون بتجربتها، فهذا الفقاس نجح 100%. ما عليكم إلا أن تتبعوا جميع التعليمات، وفي الآخر إن شاء الله ستحصلون على نتيجة مرضية وكذلك فقاس لا يتكسر. دائما نقوم بإضافة الدقيق شيئا فشيء كما ذكرت لكم. الآن سأضيف كيس من خميرة الحلويات أو بيكن باودر من وزن 8 غرام، سأضيفها مع الدقيق، وبعد ذلك أقوم بنخلها. بعد ما قمت بعجن العجين فهذا هو القوام الذي حصلت عليه، يجب أن تكون العجين رخوة بعض الشيء. الآن سأقوم بتقسيم العجين، نقوم بتقسيم العجين على 2، وبعد ذلك كل جزء نقوم بتقسيمه أيضا على 2 حتى نحصل على 4 قطاع. بعد ما قمت بتقسيم العجين على 4، الآن سأبدأ بلف العجين بهذه الطريقة، ألفها قليلا فقط وأتركها ترتاح. الآن سأبدأ بلف العجين حتى أحصل على الشكل الذي أحتاجه بهذه الطريقة، نقوم بلف العجين بالأصابع فقط. فصدقوني فهذه الطريقة نجحة 100%، وحتى إذا كنت تعانين من تكسر الفقاس فبهذه الطريقة ستتخلصين من جميع المتاعب. ما عليك إلا أن تتابعي جميع المراحل، وفي النهاية ستحصلين على فقاس نجح 100% بإذن الله. بعد ما انتهيت من لف العجين، الآن سأقوم بتبسيطه قليلا على هذا الشكل حتى أحصل على شكل مساوي. دائما نقوم بتبسيط العجين قليلا فقط حتى يأخذ معنا الشكل الذي نحتاجه. بعد ما انتهيت من تشكيل العجين، كذلك سأحتاج إلى ملعقة كبيرة من قهوة سريعة الذوبان، سأضيف لها ملعقتين كبيرتين من الماء، وبهذا الخليط سأقوم بدهن الحلوى قبل أن أدخلها إلى الفرن. من الأفضل أن تقوموا بدهن الحلوى بهذا الخليط لكي لا تتشقق معكم في مرحلة الطهي، فقهوة سريعة الذوبان والماء أفضل من صفار البيض، فصفار البيض يجعل الحلوى تتشقق في مرحلة الطهي، لهذا استخدموا قهوة سريعة الذوبان مع القليل من الماء. نقوم بدهن الحلوى بهذا الخليط جيدا. بعد ما قمت بدهن الحلوى بقهوة سريعة الذوبان مع القليل من الماء، الآن سأقوم بتزيينها بواسطة شوكة، نضع خطوط عشوائية بهذا الشكل حتى نحصل على فقاس مزخرف. دائما نقوم بوضع خطوط عشوائية فحسب بهذه الطريقة. بعد ما انتهيت من تزيين الفقاس بهذه الطريقة، فأنا قمت بإشعال الفرن مسبقا، يجب أن تكون الشعلة منخفضة جدا حيث تكون النار من الأسفل، ونقوم بإدخال الحلوى إلى الفرن حتى تنضج معنا الحلوى بشكل جيد، وبعد ذلك نلتقي.
من بعد ما قمت بإخراج الحلوى من الفرن فهذا هو شكل الحلوى. الآن سأتركها على جانب حتى تنخفض درجة حرارتها، وبعد ذلك نمر إلى المرحلة التالية. هذه هي الحلوى بعد ما تركتها قليلا حتى انخفضت درجة حرارتها. الآن سأقوم بوضعها في هذا المنديل. بعد ما قمت بتغطية الحلوى بالمنديل، كذلك سأقوم بتغطيتها ببلاستيك، وبعد ذلك أقوم بإدخالها إلى الثلاجة لليلة كاملة. من الأفضل أن تقوموا بتركها في الثلاجة لليلة كاملة إذا كان لديكم الوقت، أما إذا لم تتوفروا على الوقت يمكنكم أن تدخلها للثلاجة 4 ساعات فقط، وبعد ذلك تقومون بتقطيعها. أنا هنا سأقوم بتركها ليلة كاملة. بعد ما قمت بترك الحلوى في الثلاجة ليلة كاملة، الآن سنرى شكل الحلوى، وبعد ذلك نبدأ بتقطيعها. من الأفضل أن يكون السكين حاد لكي نقوم بتقطيع الحلوى بشكل جيد، لهذا يجب أن يكون السكين حاد. الآن سأبدأ بتقطيع الحلوى. نقوم بتقطيع الحلوى بهذه الطريقة. بالنسبة لسمك الحلوى أنتم تتحكمون في السمك الذي ترغبون فيه، أنا سأقوم بتقطيعها بهذا السمك، أما أنتم لكم الاختيار. يمكنكم أيضا أن تقوموا بتقطيع الحلوى بشكل مائل لكي تحصلوا على قطع كبيرة، أنا سأقوم بتقطيعها بهذه الطريقة. نقوم بتقطيع الحلوى بهذا الشكل. دائما يجب أن تكون قطع الحلوى مساوية مع بعضها البعض لكي نحصل على شكل مرتب وراقي أيضا. هذه هي قطع الحلوى بعد ما قمت بتقطيعها، تكون على هذا الشكل، فكما لاحظتم معي فالحلوى لا تتكسر بشكل نهائي. الآن سأقوم بوضع الحلوى في صفيحة الفرن، وكذلك سأقوم بإدخالها إلى الفرن حتى تأخذ معنا اللون الذهبي، ونلتقي في الشكل النهائي. بعد ما قمت بإخراج الحلوى من الفرن فهذا هو شكلها النهائي، فكما تلاحظون معي شكل جميل ومرتب، وكذلك حصلنا على اللون الذهبي. وأيضا هذه هي قطع الفول السوداني من الداخل، فهي تعطي شكل جميل ومرتب للحلوى. الآن سنرى شكل الحلوى من الداخل، فهي مقرمشة ولذيذة أيضا. أتمنى أن تعجبكم وصفة اليوم وتقومون بتجربتها، فكما لاحظتم معي فهي طريقة جد سهلة، وحتى بالنسبة للمقادير فهي غير مكلفة. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تشتركوا في القناة، وكذلك أن تفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم دائما كل ما هو جديد. أما الآن لم يتبقى لي إلا أن أودعكم وأقول لكم دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.